صوت فلسطين يقدم عن قرب. عن قرب برنامج يناقش القضايا المجتمعية الهامة وتداعيات الواقع على الناس والحياة. إعداد وتقديم نور الهدى أبو شباب. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج عن قرب. في هذه الحلقة التي تتزامن مع قرب شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، سوف تكون لنا جولة في سوق الزاوية في مدينة غزة، هذا السوق الأشهر والأعرق والأكبر في هذه المدينة، للإطلاع على تجهيزات المواطنين، كذلك ما طرأ على الحركة الاقتصادية تحديدا القوى الشرائية في هذا السوق، وكيف أثر الوضع المعيشي والاقتصادي في شراء المواطنين لمستلزمات رمضان ولاحتياجاته. سوف تكون لنا مقابلات عديدة مع المواطنين للإطلاع على آرائهم، ولكن مسبقا نقول أنه سوف يكون هناك تركيز على الفروق التي طرأت على سوق الزاوية منذ السنين الماضية وحتى هذا العام، وكذلك الحال عن حجم القوة الشرائية وعن تذبذبها بين الحين والآخر تبعا للظروف الاقتصادية. كرما لا أمرا تابعونا مستمعينا الكرام. يعطيك العافية. الله فيك. اليوم احنا بنعمل جولة بين المواطنين حول استعدادهم لرمضان وطبيعة هذه التجهيزات والاستعدادات. بتشوف ان الناس اليوم مبسوطة بقدوم الشهر ولا لا؟ الوضع الاقتصادي اليوم خفف من فرحتهم شوي. احنا اول اشي كل عام والشعب الفلسطيني والشعب الاسلامي بخير وسلامة ان شاء الله، زي اليوم نكون نصلي في القدس. احنا هنا الوضع سيء. ليش؟ ظروف غزة سيء محاصرة. شهر رمضان شهر رمضان، ناس لسه لما يقبضوا بحضر رمضان، رمضان من زي كل سنة هالسنة، والعلم عند الله. فيش معاشات، فيش مصاريف، فيش مسكر المعابر علينا، حصار على شعب غزة. احنا بدنا تصير بهجة رمضان إلا بهجة. يعني انت اليوم شايف انه فيش بهجة للشهر بيننا؟ ما فيش بهجة. ليش؟ فيش مصاري، فيش، سيء الوضع. كيف بده يكون بهجة واحنا علينا حصار وضياق وخناق وفيش عمال بتشتغل ولا شيء؟ من وين بده يصير بهجة؟ يعني الواحد لو ما بده له شهر رمضان، بدل لو طلبت عياله كيلو جبنة بيشتري له نص كيلو وقية بكب حاله. فيش الأيام، فيش مصاري، فيش عمل، فيش ظروف. احنا بدنا يفتحوا لنا الطريق، يفتحوا لنا المعابر، يصير كل شيء. احنا اول شيء الله يوفق الجمعتين مع سوا، الضفة غزة. فيش فرق بين غزة والضفة عشان يصير النباجة شعب فلسطين وشكون يبلوح. بتشوف اليوم يعني بعد هالكلمات اللي صراحة لا أحد يستطيع أن ينكرها، من الوضع الاقتصادي اليوم بيأثر على الناس وعلى استقبالهم لشهر رمضان، شو تغير في سوق الزاوية؟ أنت في سوق الزاوية من عشرات السنين، هذا السوق المعروف إنه أهل غزة بيجوا عليه للتجهيز لرمضان من كل شيء ويحتوي على كل شيء، ما الذي تغير عليه؟ أنا هنا في ميدان فلسطين وبطلع على شارع الزاوية، إلي 51 سنة في الموقع هذا. سوق الزاوية غير عن سوق العالم، فيه كان حبوبه وكل شيء. شهر رمضان زي هالأيام ما تعرفيش تدخلي، تعرفيش تمرقي، يعني كانوا قبل بشهر حد. أنا كل زمان أروح على نابلس أشتري الشوكولاتة ملبسة في 15 شهر قبل رمضان بشهر ونص عشان أستعد للعيد، أستعد لرمضان، أستعد لكل شيء. في هالأيام وضع، وضعنا ما في شيء. سوق الزاوية فاضي، يعني فاضي متاتا، يعني الواحد يلا يلا يجيب أكله صاحب المحل، يعني ما فيش شغل، فيش. سوق الزاوية تغير عن أول كتير. كان سوق الزاوية مليان كل شيء، إيش ما بدك تشتاق عينك تاخدي، وش رخيص وش منيح. لو العشرة شيكل وفي معاه مصاري بشريه، بس فيش مصاري من وين يشتري. سوق الزاوية تغير متاتا، يعني الموظف لو قبض 10 مليون 1000 شيكل، لو مستاجر دار ولاده في الروضة ولاده مدارس وعنده يكون جامعات، من وين يجيب؟ هذا ما فيش. احنا بدنا ان شاء الله الله يهد البال ويجي علينا الشهر رمضان بخير وسلامه، وان شاء الله بنصلي في القدس زي اليوم. يعني برغم كل ما تكلمت به وهو حقيقه،
موجودة في الواقع الفلسطيني اليوم؟ ما فيش بريق أمل، ما فيش نوع من الفرح أنت شايف؟ يعني ليش نظرتك سوداوية؟ شو اللي خلاك هيك تنظر للموضوع بشكل يعني ينعدم منه الأمل والفرح بشكل واضح؟ الأيام اللي بتروح غير عن اللي بتيجي. احنا الأيام اللي راحت عرفناها، أنا قلت لك إلي 51 سنة كنت أشوف إله بهجة، إله بهجة شهر رمضان كل شيء. زي اليوم كانوا يكونوا محضرين للقطايف، محضرين لرشة كنافة، محضرين للجبنة، كل شيء تشوفيها معلنة فيش هالأيام. يعني ليش عاملين علينا حصار وخناق وضياخ ومش مصاري؟ يعني أنا عندي أولاد 55 جامعات فيش لهم وظائف، يعني بخلي الجامعة من وين وظيفة؟ من وين أجيب؟ أنا يلا أجيب أكل عيشي فيش. يعني أنا لو ساكن محل أجار كان سلم الزمان، ولو إلي دار بالساجر كان من وين؟ بدي أشحت، يا يطلع أولادي يسرقوا يا يبيعوا إشي ممنوع. طيب أنا من وين يجيبوا؟ إحنا بدنا نشوفه حل الفرص للموظفين للعمال لكل شيء، إحنا نوفقهم. طيب يا حج، لو تحدثنا عن أنت، ماذا تتمنى لسكان قطاع غزة اليوم، وماذا تتمنى لسوق الزاوية؟ يعني مثل ما ذكرت هناك فروق طرأت على هذا السوق الكبير والجميل والعريق، وأنت منذ أكثر من 50 عاما يعني مرت عليك اختلافات وفروقات كبيرة في هذا السوق. شو بتتمنى اليوم للناس ولا سوق الزاوية أيضا؟ أنا بتمنى إن شاء الله خير، وإن شاء الله نتأمل خير مش يكون كويس سوق الزاوية وكل الأسواق وكل شعب غزة كويسين إن شاء الله. شكرا لحضرتك على هالكلمات المسؤولة، وبتمنى كما تتمنى أنت أن يعود سوق الزاوية كما هو بالأصل، يعني يعش بالناس وبالحركة، لأنه غزة بلا هذا السوق وبلا فرحة للمواطنين بقدوم وحلول شهر رمضان المبارك والفضيل، غزة متعبة وهي بحاجة لمن يضمد جراحها. شكرا لك. يعطيك العافية. بارك. بدي أسألك عن رمضان، بتشوفيه اختلف ولا زي ما هو؟ بس نيجي ونشوفه كيف هو. احنا بنسأل عن تجهيزات الناس. والله عاد لسه ما شفتش حدا بيجهز، وانا ماليش اولاد ولا لي حدا، يعني ايش اجهز؟ مش بتغلب في حالي يا حبيبتي. طب بالعادة كيف بتمر عليك هالشهر؟ كيف؟ والله نعم خير كتير، طول الانسان طيب وبخير، بس ربنا يبعد عنا الشر، والحمد لله احنا بخير يا امي بخير. طب يا خالتي، بتشوفي وضع الناس اليوم تغير؟ كل الناس فقراء صارت، أكثرية الناس غلابة، أكثرية الناس مساكين محومش، غلابة كتير الناس، الوقت يضيق عليهم الصحيح. يعني مشكولك من وضع الحياة الصعب، من إنهم ما عندهم مش قدرة يعيشوا رمضان زي كل سنة؟ والله مش من غير رمضان، قبل رمضان هم بعيشوا. ماشي يا أم تفضل. مش كلهم محومش مصاري، غلابة محوم، عندهم مش طحين، ما عندهم مش حاجة زي كده. ايش بده يسوي اللي عنده عيال؟ يما بفكر فيهم، واللي ما عنده شيء عيال ما هو ما كلها زايد بناقص اللقمه. بس الصغار هم اللي بخلوا الواحد ينزل للكلام وللحكي وللمعامله. الله يديك الصحه يا حبيبتي ويرضى عليك. كل عام وانت بخير، رمضان كريم عليك. كريم عليك بالخير والنصاحه، ويخلي لك نور عينك واخوتك وحبايبك ان شاء الله. شكرا لك. رمضان كريم عليك. رمضان كريم إن شاء الله، إيه بالصحة وجيدة، وإن شاء الله ربنا يعين في الأيام اللي جاية. طيب اليوم إحنا بناخد رأيكم في تجهيزات المواطنين لرمضان، بتشوف إنه في حضور للتجهيز ولا ما فيش حد بجهز؟ والله الوضع صعب صعب، إحنا في الأيام الصعب الناس نفسها بكل حاجة، بس إيش ما فيش فلوس، يعني الولد نفسه بحاجة ما فيش معاه دخل، فيش عنا دخل هان، إحنا بجحيم، بلدنا كلها بجحيم، كلها بتحاكي بعض. يعني نسبة الطلقات عندنا بتصير 80%. ليش؟ من قلة إيش؟ من قلة المصاري. إيه؟ ليش؟ الواحد بيطفر. زي ما حكيت إن الوضع صعب، وغزة تعيش في جحيم اقتصادي اليوم. حركة الناس اليوم بشوفها زي كل سنة ولا اختلفت؟ لا اختلفت كثير، كل سنة على سنة بالنازل. في جيل عم بده يشتغل، بده يتجوز، بده يعمل أي حاجة مشان هذا، بس اليوم ما فيش فلوس. عندنا مسكرة من الشرق الغرب، احنا محبوسين بسجن، بس ايش مفلوت علينا. ان شاء الله يا ربي بكون رمضان شهر خير علينا، وكل امورنا ومشاكلنا بتنحل. يعطيك الف عافية، وكل عام وانت بخير. وانت بخير يا رب.
يعطيك العافية. نعفيك. رأيك في رمضان زمان كيف كان؟ أحسن من هالوقت كثير. كيف كان زمان رمضان؟ أحسن من هالوقت. أحسن من أي ناحية؟ في الدين والمعاملة والجيرة والحياة الحلوة والمحبة. دوم كله الشاط اللي بدينا بالتاني، الشاط اللي بقل الدين التاني كله. فيش. طيب حركة الناس، الاستعدادات، التجهيزات اليوم اختلفت ولا زي كل سنة؟ الغني الغني والفقير ده الفقير. كيف يعني؟ يعني الغني بياخذ واحد أكل والفقير عمرين. زمان بقت محبة. طب أنت جاي اليوم تتفرج ولا تشتري؟ لا أنا محل هذا، أنا جاي على محل. طيب نرجع لموضوع رمضان. رمضان اليوم في عينك كيف بتشوفه مع الحال اللي بنعيشها اليوم في غزة؟ مش حد حد اليوم ولا حد حد. يا رب ما عليك إلا بأنا. زمان بقت محبة بقول لك، ويجوا على بعض ويختلطوا مع بعض اليوم ولا شيء. يعني حلو كتير لو حكينا عن موضوع العلاقات الاجتماعية وانها تغيرت. يعني رمضان كان في زمان جمعات، كان في لمات، كان في تعامل طيب، كانت الناس لبعضها زي ما حكيت. اليوم تغير الوضع لأنه كل واحد ملتهي في حاله. أيوة ويا رب ما عليك إلا بأنا بنفسي. رأيك ليش؟ المادة هي اللي خربت الناس. بقى زمان فقر لكن أحسن من هالوقت. يعني أنت بتقصد أنه اليوم مع الفقر الموجود في البلد أيضا العلاقات الاجتماعية اليوم صارت سيئة، التعامل على الصعيد المفرد حال والفقيد حال. مش تكاتف اجتماعي؟ مش أبدا، مش مستحيل. القرايب مش لبعض اليوم ولا الجار لنجار. يعني أنا فقير وجاري غني، بحب كمان أفقر أكثر من كده في الوقت هذا. أنت اليوم كمواطن كيف بتجهز لها الشهر ولا مش ناوي تجهز؟ ولا عادي عادي، لكن هو والشرب كل يوم يوم الرزق على الله. نعمة نطلعش الأكل ولا الشرب، طلع نصوم ونعبد الله ونحمد الله وخلاص. إيش بقى أي لقمة نقولها إحنا مبسوطين فيها. أنت ليش محبط يا حج؟ أنا مش شايف صح، مش شايف الصاحب ماشي دوره. ما يغركيش الصلاة والعبادة. لا 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 لا، تقصد إنه الناس كل واحد اليوم صار ملتهي في همه وفي مشاكله؟ لا مش سيبك من المشاكل، بيهتم للمادة اليوم. اليوم المادة هي الأساس بني آدم، مش مشاكل عنده. الغني بياكل أحلى أكل، بطلعش لجار المسكين. بقى زمان نقول يا يوحى يا يوحى نلاقي كعك ونلاقي معمول أيامنا. بس اليوم مش هدم قل باب نعمل هيك يوحى يا يوحى يوحى اطلع بكعك معمول من الخير. خير كان زمان، كان فقر لكن أحسن من هالوقت. برغم كل ما ذكرت نتمنى أن يكون هذا الشهر فرصة لتغيير النفوس، فرصة أن الناس تكون أكثر قدرة على المعيشة والحياة. رمضان كريم. يعطيك العافية. أين الله يعافيك. اليوم يا خالتي إحنا بنتجول في سوق زاوية وهو أكبر وأشهر وأقدم أسواق مدينة غزة لاستطلاع آراء الناس حول شهر رمضان والاستعدادات العائلية لهذا الشهر. ما شاء الله أنا شايفاك يعني مروحة منه، وبدي أسألك سؤال فيما يتعلق بوضع الناس اليوم وشهر رمضان. بتشوفي هل السنة في استعدادات لاستقبال الشهر كما يليق بجماليات هذا الشهر المبارك من خلال طبعا شراء الأدوات اللازمة والمؤن اللازمة للأسر والعائلات؟ من ناحيتي أنا جبت حاجات اللازمة بس الضرورية، يعني بس زي مثلا برغل رز زي كده. طيب بخصوص العصائر والمخللات والشغلات هاي؟ لا أنا بطلعش في هذه العصائر والمخللات، بحسها خلص. بحب أعمل شغلتي في إيدي لحالي، بحبش أخذ الحاجات اللي زي كده الجاهزة. كل تأكيد يعني إحنا بتمنى أنه هالشهر يكون شهر خير وبركة على جميع الناس، وأنه تكون غزة برغم الألم والمعاناة اللي موجودة فيها قادرة على أنها تعيش جماليات الشهر الفضيل بما يليق بأهل غزة وبما يليق بتضحيتهم وبصبرهم على هالحياة الصعبة. بشكر إليك هالمقابلة، وإن شاء الله بيكون رمضان كريم على الجميع وعليك وعلى عائلتك وعلى كل أحبابك وغواليك. يعطيك العافية، بارك الله فيك. يعطيك العافية. الله يعافيك يا عمي. تحدث اليوم يا حاج عن تجهيزاتكم لشهر رمضان المبارك. أنت كمواطن اليوم تتجول في سوق الزاوية وموجود فيه، ليش فيش حركة في سوق الزاوية؟ ليش السوق هيك فاضي مع أن رمضان مش مطول؟
والله يا ست الكل متمنى الخير للشعب الفلسطيني والأمة العربية ووحدة الصف الفلسطيني ووحدة الأمة العربية، لأنه الوضع صعب، غزة عايشة في حصار، فالحصار هذا له تأثيره. ما انت عارف ايش فيه كمان بطالة عمال هنا كتير، عالم قاعدة من دون العالم ده يجيب فلوس. وطبعا هذا رمضان ما انت عارفه شهر الخير والبركة، يعني الكل يعني بروح مجبور الخاطر، لكن الشكل رمضان ما يعني ملوش هداك البهجة ولا اللي الهية، هذا كله سبب الظروف هذه الاقتصادية اللي احنا عايشينها في غزة، ظرف الحصار، حصار ما انت عارف غزة محاصرة بر وجو وبحر. لو واحد بيجي يطلع من غزة مش على طريق مصر، عن طريق إسرائيل، بده يمر لثلاث دول عشان يقدر ياخذ تنسيق، تنسيق من غزة، تنسيق من الضفة الغربية، تنسيق من اليهود، تنسيق من الأردن. وقتش بده يطلع المريض هذا، ولا وقتش بده يطلع البني آدم هذا؟ يعني أنت تقول أن الوضع الاقتصادي في غزة هو سبب ركود الحركة في سوق الزاوية وفي كل أسواق قطاع غزة بالمناسبة؟ كل قطاع غزة ركود عام، لأنه طالما فيش عمل فيش فلوس، وهذا بده فلوس، وهذا سبب كله إيش؟ الحصار. ما الذي تغير خلال السنوات المنصرمة وحتى اليوم؟ طبيعة التغييرات على هذا المكان الحيوي في مدينة غزة. قبل 10 سنين كان الوضع الضفة والقطاع مفتوحة وجميع المعابر مفتوحة قطاع غزة، كانوا يجي زوار يرمضوا عند أهليهم. طبعا اللي بيشتغل برا في دول الخليج أو في الدول الثانية أو أي دولة كان يجيب معاه فلوس، وبعدين كانت المعابر مفتوحة، الكل كان يشتغل والكل كان يجيب فلوس، كان له بهجة له هي. فهذا الحصار أثر تأثير قبل 10 سنين، تقوليش رمضان، قبل بشهر كان يكون حاضر لرمضان. اليوم أنا ببيع فوانيس هنا لسه أنا مش راضي أحضر لغير قبل رمضان 3 أيام عشان تشوف يعني طبيعة الحركة. أنا شايف طبيعة الحركة، ليش أعرض بضاعتي وأحرقها؟ بدي أتفرج على شو بضاعها في السوق، مش مستعجل، أو بدي أجيب فواكه خايف. ليش؟ لأنه الوضع ما أنت عارفه، وكان يعني كانت حركة اقتصادية حلوة. أنا مش يوم ولا 2 سنين، 10 سنين اللي قاعد في السوق، كان طلع أنظر في إيدين الناس مين فيهم حامل ظرف اتفرج، حامل جواله قاعد بيتفرج على حاله. هذا الناس بتيجي بتتفرج وبتروح، حامل جواله، الدنيا آخر شهر، آخر شهر وفيش مصاري وفيش عمل، كله بأثر على الوضع الاقتصادي تاعنا هذا. وأول وآخرته هو الحصار، الحصار هو الدمار تاعنا. ما الذي تتمناه بعد هذه الكلمات لغزة وللناس؟ أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يضم اللحمة الفلسطينية تحت راية واحدة، مش تحت رايات، العالم الفلسطيني راية واحدة، مش 5-6 رايات، كفاية كفاية. العالم قاعدة بتموت على البطيء، في سوريا وفي الدول العربية العالم بتموت بسلاح، احنا بنموت قهر وكبد. تسمع حاجات كتيرة في غزة انت، هذا ايش اسبابه؟ كله قلة العمل، قلة المصاري، قلة الفلوس، هذا انفجار داخل البني آدم. كلنا قاعدين يعني قنابل موقوتة في قلوبنا، فهذا كل أسبابه إيش؟ قلة العمل. إيش أتمنى؟ أتمنى الوحدة الفلسطينية. نحن أيضا نتمنى أنه يكون هذا الشهر فرصة للتصالح مع الذات، وكذلك للنظر إلى مصلحة الشعب الفلسطيني ووضعها فوق أي اعتبار آخر. شكرا لك على هذه الكلمات الطيبة، وبتمنى لك شهر كريم ورمضان كريم عليك. وكل سنة وانت سالمة يا عمي. وبعد هذه الجولة التي اطلعنا فيها على آراء المواطنين فيما يتعلق بشهر رمضان المبارك وعن التجهيزات التي قام بها المواطنون في هذا الشهر، رأينا مستمعينا الكرام أن هناك للأسف الشديد حالة من الإحباط وحالة من اليأس تعم هذه المقابلات، لأن هناك حالة من الكساد والركود الاقتصادي في كافة الأنشطة الاقتصادية وأهمها القطاع التجاري الذي يعاني من ضعف المبيعات نتيجة لضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين، وأصبحت الأسواق التجارية خالية ومهجورة من الزبائن. نقول أن استمرار الوضع على ما هو عليه سوف يكبد المواطنين والتجار والمستوردين وغيرهم خسائر فادحة في الفترة القادمة، ولن يستطيعوا تغطية المصاريف الحياتية المتعددة. رمضان كريم نتمناه لشعبنا، وأن يأتي هذا الشهر وقد حلت جميع المشاكل، وأن ينعم أبناء شعبنا الفلسطيني في هذا الشهر بالراحة والأمن والأمان والسعادة. حتى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق العمل، الزميل محمد
محمد صلاح من الهندسة الإذاعية، والزميل أشرف حرارة من الإخراج. وهذه تحياتي لكم، كنت معكم من الأعداد والتقديم نور أبو شباب. إلى اللقاء.